أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم واتبع هديهم وسار على منوالهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني الدارسين والدارسات، أهلا ومرحبا بكم في الاكتساب المطور بجامعة تبوك المباركة بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بكلية التربية. أولا وبادئ ذي بدء، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. معنا في هذه المحاضرة الرابعة من فقه الأسرة 2، وأخيكم الدكتور صبحي عويس أحمد، وعنوان المحاضرة التوكيل في الطلاق والفرق بين التوكيل والتفويض. أهداف هذه المحاضرة أن يتعرف الطالب على أحكام تطليق الولي، أن يتعرف الطالب على أحكام تطليق الوكيل، أن يتعرف الطالب على أحكام التفويض في الطلاق، وأن يفهم الفرق بين التوكيل والتفويض. لما كان الأصل أن الزوج هو الذي يطلق زوجته، لكن هناك بعض الحالات يجوز لغير الزوج أن يوقع الطلاق على غير زوجته، ويعتبر طلاقه كالولي والوكيل والقاضي، وقد يفوض الزوج زوجته في تطليق نفسها. فنتحدث أولا وبالله التوفيق عن طلاق أو تطليق الولي. هناك ولي خاص، وهو الولي على النفس بالنسبة للصغير والمجنون كالأبي، وهناك الولاية العامة للقاضي. فما حكم تطليق الولي؟ تعددت أقوال العلماء في هذه المسألة على ما يلي. القول الأول: لا يجوز للأب أن يطلق امرأة الصغير أو المجنون بعوض ولا بغير عوض، وذلك للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. ولأن الطلاق طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وأحد قولي الإمام أحمد، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القول الثاني: يجوز للولي تطليق زوجة الصغير والمجنون إذا كان التطليق بعوض أو فيه مصلحة للصغير أو المجنون، وهذا مذهب الإمام مالك. القول الثالث: يجوز للولي تطليق زوجة الصغير أو المجنون مطلقا، لأن ابن عمر طلق على ابن له وهو معتوه، وهذا هو قول القول الثاني للإمام أحمد. بعد ذكر أقوال العلماء في تطليق الولي، ننتقل إلى التوكيل في الطلاق أو تطليق الوكيل. وقد اختلفت أقوال العلماء أيضا في هذه المسألة على ما يلي. القول الأول: للزوج أن يوكل من يزوجه، وله أن يوكل من يطلق عليه زوجته، لأن من صح طلاقه صح توكيله فيه، كما له أن يوكل زوجته، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. أما القول الثاني فهو لابن حزم الظاهري، حيث قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق، ولم يأتي في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة، فهو باطل، كما لا يجوز أن يظاهر أحد أو عن أحد
أو أن يلاعن أحد عن أحد. فالظاهرية قالوا بعدم جواز تطليق الوكيل عن موكله، وقاسوا هذا على عدم جواز أن يظاهر أحد عن أحد أو أن يلاعن أحد عن أحد، وقالوا أن التوكيل في الطلاق لم يرد به قرآن ولا سنة. القول الثالث: إذا أرسل الزوج رسولا يبلغ زوجته طلاقها، إذا أرسل الزوج رسولا يبلغ الزوجة طلاقها، فلا يعتبر الرسول وكيلا في الطلاق، فالمرأة يقع عليها الطلاق بعبارة زوجها لا بعبارة الرسول، بينما في الوكالة يقع الطلاق بعبارة الوكيل. هذه هي أقوال العلماء في تطليق الوكيل عن موكله. ننتقل بعد هذا إلى التفويض في الطلاق. التفويض هو أن ينيب الزوج زوجته في تطليق نفسها، وهو المعروف في العصر الحديث أن العصمة بيد المرأة، فإذا أناب الزوج زوجته في الطلاق فقد جعل أمرها بيدها أو جعل العصمة في يدها، كما هو مشهور بين الناس الآن. فالتفويض هو أن ينيب الزوج زوجته في تطليق نفسها، وكذلك إذا أناب الزوج شخصا غيره وقال له طلق زوجتي إن شئت كان تفويضا له. فما حكم هذا التفويض؟ هل ما يسر على التوكيل في الطلاق يسر على التفويض؟ اختلفت كلمة العلماء في حكم التفويض في الطلاق، فجمهور الفقهاء أجازوا التفويض في الطلاق، فمذهب الحنفية يرى أن تفويض الطلاق إلى الزوجة من قبيل التمليك، تفويض الزوجة في الطلاق من قبيل التمليك وليس من قبيل التوكيل، والمالك يعمل بمشيئة نفسه، وأما الوكيل فيعمل بمشيئة موكله. لذلك الزوج في التمليك أي التفويض، تفويض الطلاق لزوجته، لا يملك الرجوع عن تفويضه الطلاق للمفوض إليه. يعني الزوج إذا فوض شخصا أو فوض امرأته في أن تطلق نفسها، لا يملك الزوج أن يرجع في هذا التفويض، لكن يملك أن يرجع في الوكالة، بخلاف التوكيل. وسبب ذلك أن التفويض يتضمن تعليق الطلاق على تطليق من فوض إليه أمر الطلاق، ولا يجوز الرجوع في التعليق، والطلاق مما يجوز تعليقه فلا يجوز فيه. اثنين: لا يملك الزوج عزل من فوض إليه الطلاق، لأن التفويض تمليك ولا يجوز العزل فيه، بينما التوكيل يملك الموكل عزل وكيله. ثلاثة: التفويض إذا كان مطلقا فإنه يتقيد بمجلس العقد عند التفويض، يعني لم يكن مقيدا بزمن. إذا كان التفويض مطلقا لم يكن مقيدا بزمن يعني، فإنه يتقيد بمجلس العقد عند التفويض. آثار التفويض عند الحنفية بالنسبة للزوج: لا يؤثر في حقه في إيقاع الطلاق، يعني إذا فوض الزوج زوجته أو فوض شخصا آخر في تطليق زوجته، فهذا التفويض لا يسلب ولا يمنع الزوج حق التطليق، فله أن يطلق زوجته هو الآخر، غير أنه بالتفويض جعلت للطلاق مشيئتان: مشيئة المفوض ومشيئة من فوضه. قال الحنفية: وإنما يشترك المفوض إليه معه في هذا الحق، ولكن على وجه الانفراد،
فيوقع أي منهما الطلاق منفردا. يعني ممكن الزوج أن يطلق اللي هو المفوض، ومن الممكن أن المفوض إليه التطليق له أن يطلق، لكن على وجه الانفراد. أنواع التفويض في الطلاق عند الحنفية: إذا كان التفويض في مجلس التفويض وكان حاضرا فقال لها طلقي نفسك خلال 10 أيام، فلها أن تطلق نفسها خلال هذه المدة، فإن انقضت 10 بطل تفويضها، وإن كانت غائبة عن مجلس العقد فإن بلغها قبل مضي الوقت فلها إيقاع الطلاق فيما بقي من وقت التفويض، وإن بلغها بعد مضي الوقت بطل التفويض. 2، إذا كان التفويض غير مقيد بوقت معين، مثل أن يقول لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناويا الطلاق، فإن حقها في تطليق نفسها يتقيد بمجلس التفويض إن كانت حاضرة، أو بمجلس علمها به إن كانت غائبة عنه. فإن طلقها فإن طلقت في المجلس وإلا بطل التفويض. 3، إذا كان التفويض عاما في الزمان، كما لو قال أمرك بيدك متى شئت ناويا تفويض الطلاق إليها، فلها أن تستعمله متى شاءت دون أن تتقيد بمجلس التفويض أو وقت معين. لكن بقي سؤال: نوع الطلاق الذي يقع بالتفويض، هل يقع طلاقا بائنا أو أنه يقع طلاقا رجعيا؟ قال العلماء: إذا كان باللفظ الصريح، إذا كان الطلاق باللفظ الصريح كأن يقول لها طلقي نفسك إن شئت فطلقت نفسها، وقع الطلاق رجعيا. لكن إن كان الطلاق بألفاظ الكنايات، مثل أن يقول لها أمرك بيدك ونوى الطلاق، وقع بائنا. هذا التفويض بعد الحديث عنه، هل يصح التفويض قبل إنشاء العقد؟ قال الحنفية: يصح التفويض قبل عقد الزواج وعند إنشاء عقد الزواج وبعد إنشائه. فيصح لو قال لامرأة أمرك بيدك متى شئت إن تزوجتك، وعند إنشاء العقد إن كان الموجب هو الزوجة أو وكيلها أو القابل هو الزوج، لأنه في هذه الحالة كان صدور التفويض من الزوج. أما إن كان الزوج هو الموجب فلا يصح، لأن الزواج لم يكن إلا بعد القبول، وليس هنا قبول قدم. أما مذهب الشافعية فيرى أنه لا يكون التفويض إلا لزوجة بالغة عاقلة، وأما إنابة غيرها فهو توكيل لا تفويض، والتفويض تمليك للطلاق. فإذا فوض الزوج الطلاق إلى زوجته فعليها أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فورا إن أرادت تطليق نفسها، فإن انقضى مجلس التفويض وتفرق بطل التفويض، لأنه من التمليكات، والتمليكات يشترط فيها الفورية. ويستثنى من شرط الفورية إيقاع الطلاق إذا اقترن بصيغة التفويض ما يدل على عدم اشتراط الفورية، كأن يقول لها طلقي نفسك متى شئت. أنواع التفويض: يكون التفويض باللفظ الصريح في الطلاق وبألفاظ الكناية، مثل أبيني نفسك ونوى الطلاق، ويشترط في صيغة التفويض أن تكون منجزة غير معلقة، لأنه تمليك ولا يصح تعليقه. فإذا كان توكيلا صح التعليق، كما تشترط النية في ألفاظ الكنايات. فإذا لم ينوي الزوجة التفويض فلا تفويض، وإن لم تنوي هي الطلاق فلا تطليق، لأن الطلاق لا يقع بالكناية وحدها بلا نية. وللزوج أن يرجع عن تفويضه قبل أن توقع الزوجة الطلاق، لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول. أما مذهب المالكية فالتفويض عندهم على 3 أقسام: توكيل وتمليك وتخيير.
فالتوكيل أن يقول لزوجته وكلتك أن تطلقي نفسك، والتمليك أن يقول لها أمرك بيدك أو طلاقك بيدك، والتخيير أن يقول لها اختاري نفسك. فالوكيل يفعل ما وكل فيه على سبيل النيابة عن موكله، بينما المملك والمخير إنما يفعلان ذلك عن نفسيهما، ولا يملك الزوج عزل من ملكه الطلاق. في فترة التخيير أو فترة التوكيل أو فترة التفويض، علاقة الزوج بزوجه، قالوا الحيلولة بين الزوج وزوجته في التفويض في حالة التمليك والتخيير يجب أن يحال بينهما، فلا يقربها ولا يطأها حتى تبين موقفها من تطليق نفسها، وكذلك خلال المدة التي حددها لها بأن قال لها أمرك بيدك إلى سنة، وكذلك يجب الحيلولة في حال توكيلها في تطليق نفسها حتى يرجع عن توكيله. أما مذهب الحنابلة فقالوا يجوز للزوج أن يفوض أمر طلاق زوجته إليها أو إلى غيرها، كأن يقول لها أمرك بيدك ناويا تفويض الطلاق إليها، فإذا قال لها طلقي نفسك أو أمرك بيدك فالتفويض بهاتين الصيغتين توكيل، أما التفويض بقوله اختاري نفسك فهو خيار تمليك، فكان على الفور كخيار القبول في مجلس التفويض. فإذا كان التفويض بصيغة منجزة ولكن مقيدة بزمن تقيد التفويض بهذا الزمن، فإن كان التخيير مطلقا في زمان صح إيقاع الطلاق فيه في أي وقت، كما لو قال لها اختاري نفسك متى شئت، فإذا قال لها اختاري نفسك اليوم تقيد اختيارها في هذا اليوم، وإذا قال لها أمرك بيدك إذا رجع فلان من السفر فهو معلق برجوعه من السفر، فتملك تطليق نفسها إذا تحقق الشرط. وللزوج الرجوع عن تفويضه في كل الصيغ، لأنه توكيل ولا يصح التمليك ولا ينتقل عن الزوج، وإنما ينيب عنه غيره، ويكون الرجوع بالقول أو بالفعل كأن يطأها فتبطل الوكالة. بهذا نكون قد تحدثنا عن تطليق الولي، وعن التوكيل في التطليق وما يتعلق به من أحكام، وعن التفويض في الطلاق وما يتعلق به من أحكام وصوره، وعن الفرق بين التوكيل والتفويض والفوارق بينهما. بقي لنا أن نعقب هذه المحاضرة بمجموعة من الأسئلة توضح المقصود من هذه المحاضرة. فنقول: ما المقصود بتطليق الولي؟ وما حكم تطليقه؟ وما المقصود بالتوكيل في الطلاق؟ وما حكم التوكيل في الطلاق؟ ما المراد بالتفويض في الطلاق؟ وما حكمه؟ بهذا نكون قد فرغنا من المحاضرة الرابعة في فقه الأسرة 2 بالانتساب المطور. سائلا الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا وإياكم بين يدي نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نشرب من بين يديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. إلى أن نلتقي في المحاضرة الخامسة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.